شلون صحه؟ شو اخباركم؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك يا علي. الله يرحمه. ايش قد الانبياء بلغوكم؟ والله ما قالوا لنا، لان الناس مستاهلين ويانا. يعني انا صار لي هذا الشهر الثالث انا ما دافع. ما دافع فلوس؟ لا ما طفهم علي. هاي من الامور الايجابيه حقيقه لبعض اصحاب المولدات، مو على غفله من ما عندك فلوس يطفي عليك الجوزه، هاي معروفه. الناس والله زينين. زينين؟ اي والله. والامانه طيب. يعني وانت جاي هسه شنو تدفع فلوس المولد؟ لا والله شفت من اللمه ولا انا ما راح ادفع. انت مشترك هنا؟ انا مشترك هنا. طيب الشهر اللي مضى ايش قد دفعت الامبير على ايش قد؟ صار 3 شهور. ها 3 شهور يعني. إيه؟ نسيت فاتتني هاي. إيه؟ 3 شهور. زين شنو السبب؟ شو يقولوا لك ماكو مشكله انه؟ اي عادي يقولوا ماكو مشكله. من يصير عندك فلوس؟ اي من يصير عندك فلوس تعال حاسبنا. حتى من يحاسبون يعني؟ تعال يمي. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني من يتاخر الموعد يحاسبك؟ والله صار لي 4 شهور هاني ما دافع؟ لا دافع. أيه؟ ولا واصل له. وخو من اجي اقول له اجي عن مولده قبل شو جاي يشغل له جوزه ويقول له روح. زين والله للامانه هذا اللي يريد. هذا اللي يريد. احنا اليوم غايتنا احنا الحق. احنا غايتنا نصف المواطن. باشر عقبه باشر عقبه اليوم الناس تتهجم طبعا على الجهات المختصه بما يخص هذا الامر، يعني على مدير الناحية، على المحافظ، على مجلس محافظة. اليوم احنا بتوصية من عندهم اجينا ومع كادر قناة دجلة حتى نقول الحقيقة. اليوم الناس راضية على صاحب المولد. انا بالنسبة هذا اللي نريده. اليوم انت من تكونون انتم راضين عساكم ما تدفعون برضاكم على 20,000 15,000. احنا اليوم ندافع عن حقوق الناس والمواطن العراقي. راضين؟ راضين احنا. لا بالنسبه للمولده مالتنا هاي الموقع مالها زين والله حل زين بالنسبه لغير يعني من كل النواحي زينين تمام. من ناحيه التسديد، من ناحيه التشغيل، من نواحي كلها. شو نريد احنا من عندنا؟ زين انا اهنيكم، ربي يوفقكم وسلمنا على ابو المولد. ايش اسمه ابو المولد؟ ابو احمد. سلم لي على ابو احمد. يوصل. قل له عمر محمد وكادر وقناه دجله يسلم عليك. يوصل ان شاء الله. وعاشت ايدك وربي كتر لنا امثالك. شكرا لك. اشكرك عيني اخوي. بس اللي يريد ترجع له الالف دينار او الالفين ترجع لي. صار. اما اللي هو يريد يبقيها يبقيها. دلل. متفقين؟ دلل. ربي يبارك فيكم.